صوموا وتصحوا لكي نصل لهذه الغاية إن شاء الله من صيام صحي ومفيد في هذا الشهر الكريم. إن شاء الله ستكون معكم أنا الدكتور أحمد حواصلي في حلقات لشرح المزيد من هذه التفاصيل. بداية سنتكلم عن تقسيمات الطعام. يقسم الطعام عادة إلى ثلاثة أقسام: النشويات والبروتينات والدهون. النشويات وكما هو معروف هي عبارة عن السكريات، المعكرونات والمعجنات بشكل عام. أما الدهنيات فهي عبارة عن دهنيات مشبعة ودهنيات غير مشبعة. الدهنيات المشبعة والتي هي تزيد في ارتفاع كميات الكوليسترول السيء والشحوم الثلاثية وما يؤدي إلى مشاكل قلبية ومشاكل في الشرايين. أما الدهون الغير مشبعة وهي التي تحافظ على معدل الكوليسترول الجيد بشكل جيد وتساعد على خفض الكوليسترول السيء وتمد الجسم بالطاقة. القسم الثالث من الأطعمة وهو البروتينات. البروتينات لها عدة مصادر: مصادر حيوانية ومصادر نباتية. المصادر الحيوانية كما تعرفون والتي عبارة عن اللحوم، الأسماك، الدواجن، والمصادر النباتية والتي هي عبارة عن المكسرات، الفواكه الجافة، والبقوليات، القطنيات، والكثير من هذه الأنواع. بداية سنتكلم عن الفطور الصحي إن شاء الله. للحصول على الفطور الصحي أنصح إخواني الصائمين بتقسيم وجبة الإفطار إلى قسمين. كما تعلمون نحن نصوم تقريبا ساعات كبيرة تعادل 11 ساعة فأكثر، وهذا ما يجعل المعدة والجهاز الهضمي يتوقفون عن العمل لمدة كبيرة. فعندما نقوم بالإفطار يجب مراعاة هذا الأمر والإفطار بشكل صحي. بداية أنصح إخواني الصائمين بتقسيم وجبة الإفطار إلى قسمين. القسم الأول يكون مباشرة بعد أذان المغرب، والذي يكون مكونا من التمر، حفنة من الفواكه الجافة، وبعض السوائل ولا سيما الشوربات لسوب، كذلك ربما نضيف بعض السلطة. بعد بداية الإفطار أنصح بالراحة لمدة 10 دقائق إلى 15 دقيقة لنقوم بها مثلا بالقيام بصلاة المغرب، ثم نعود لتناول وجبة الإفطار الصحية والتي يجب أن تكون غنية بالأطعمة المفيدة مثل النشويات، المعكرونة، وبعض المعجنات، الأرز، والبروتينات الأساسية كاللحوم والأسماك والدواجن. ليس هناك مانع من إضافة بعض الدهون والتي تكون من الأفضل غير مشبعة. إذن لكي يكون إفطارنا صحيا يجب أن يكون غنيا بهذه المواد. يجب الابتعاد في الإفطار عن المقليات، عن السوائل الغازية، المشروبات الغازية، الابتعاد عن التوابل. لماذا يجب الابتعاد عن التوابل؟ التوابل تشعرنا بالعطش، فبالتالي سيكون يومنا مليئا بشرب السوائل وستمتلئ المعدة بالسوائل عوضا عن الامتلاء
الحاجات المفيدة، وهذا ما سيؤدي إلى النفخة، التخمة وعسر الهضم. من المشاكل أيضا التي تواجه بعض الصائمين سرعة الأكل. إذا كنت أخي الصائم أختي الصائمة من الناس الذين يتعودون على الأكل بشكل سريع، أنصحك في هذا الشهر الفضيل لتغيير عاداتك. فالأكل السريع على معدة صامت أكثر من 11 ساعة سيجعلها تعمل بشكل غير جيد، كذلك لن يسمح للمرارة بإفراز عصاراتها بشكل جيد، سيكون هناك إفرازات غير متوازنة، سيكون هناك حموضة في المعدة وربما ارتجاع في المريء، وهذه المشاكل سترافق الصائم لما بعد الشهر الفضيل. إذن لنلخص، وجبة الإفطار يجب أن تكون وجبة غنية مشبعة ومقسمة إلى قسمين لتكون وجبة صحية ولنحصل على صيام صحي. ما تنسوش تابونا فلاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيلبريس وتبرتجيو مع أصحابكم.